الأهلي يكتسح المقاولون برباعية أخرى مقابل هدف واحد ويواصل رباعياته للمباراة الثانية على التوالي. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك يا كابتن. رباعية أخرى. 18 لاعب أساسي. صحيح. الأهلي بيثبت كل يوم إن شكل التدوير اللي عمله الجهاز الفني السنة دي نجح بامتياز. حقيقه صحيح. لدرجه انك انت بتلاعب فخري بكرايت وكريم الدبيس بقاله قد ايه ما لعبش. الشوط الثاني مختلف تماما. كنا بنتكلم ان مفيش اطراف خالص. الاطراف كلها اشتغلت الشوط الثاني. كله اشتغل حتى صحيح. طاهر اشتغل. المكنه طلعت قماش يعني هدفين. طلعت بيض. كل الناس اللي بره لعبت ما عدا الوجه الجديد يعني محمد زعلوك هتشوفه الفتره الجايه يعني كمان. الحمد لله على كل حاجه كويس. الحقيقه شوط مختلف تماما عن الشوط الاول عن الشوط الاول وده الواضح وده الطبيعي ان كان بيحصل تدوير عندك في الشكل ده وتغيير في الشكل ده في الشكل الاساسي بتاع الفرقه. فقلنا الاهلي هيبقى متاخر في الدخول وكان ولكن الاهلي لعب بروح الفنيه لاول شوط لمده 20 دقيقه واحرز هدف وكان ليه التحكم في كل شيء الا ان كان رد فعل المقاولين خلاص ما فيش حاجه يبكي عليها ولعب ضربه ثابته كويسه وتعادل. بس المقاولين قدم مباراه كويسه جدا النهارده الحقيقه شكلا لكن موضوعا لا بصراحه عملوا كوره وراحوا على الاهلي وعملوا بتاع أربعة خمسة كورنر في ثلاث أربع دقايق. كان عندهم الرغبة دايما إن هم يكونوا موجودين ولكن أنت برضو صحوة لعيبتك وواقفين على رجليهم بيمنعوا أي حاجة بتبقى فيها خطورة على الشناوي. الشناوي واضح هو بيلعب النهاردة مش يعني في حاجة وواضح في الآخر الشد اللي جاله في من أعلى يعني. واحنا كلنا كنا منتظرين النهارده ان علي لطفي او شوبير هو اللي هيبتدي يعني. انا ببارك للنادي الاهلي النهارده من اداء لاداء لاداء زي ما انت قلت اربع ثمان اهداف في مباراتين في اربع ايام حاجه قويه جدا بتطمنك على نص ملعب النادي الاهلي واللاين فورورد بتاع النادي الاهلي حتى شريف النهارده مختلف. كل ماتش كنا نتكلم ونقول ملاحظات على لعيبه معينه وكان النهارده الشوط الثاني في حاله اختلاف كامله في حاله اداء كامل شامل روح ثانيه خالص مفيش ضغوط عليهم اي حاجه. حتى كريستو وانا اتكلم على كريستو لعيب كويس وكل حاجه بس عايز يلعب كتير يعني لازم يلعب كتير جدا وبقاله التعرف على اللعيبه اللي جنبه التاقلم الشكل عموما يحس ان رجليه دايما جوه الملعب وفرصه جايه جدا الثلاث اربع مرات اللي جايين دول يكون نقدر نستفيد منه بشكل واضح يعني. صحيح. مبروك اللعيبه النهارده مبروك للجهاز الفني وعقبال اللي جاي ان شاء الله.